للجميع. أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الصباح نرحب بكم مجمل الترحيب مرة أخرى في هذا الصباح في انطلاقة هذا الشوط. في هذا المساء نتقدم بالتهاني والناموس في هذا الفوز والانتصار لكل الفائزين سواء في دولة الإمارات أم بدولة قطر على هذا الفوز، ونتمنى لهم التوفيق في مساء هذا اليوم في مسيرة موفقة مع الذلل الأصائل الكبار. مشاهدينا الكرام، شوطنا الثاني عشر ينطلق في تحدياته الخاصة بالحول. الستة كيلومترات هي المسافة في هذا الصباح. ننطلق بداية تعليقنا مع المركز الأول وبداية الأسماء وبداية المراكز. هنا مقدمة الشوط والمركز الأول، وهي من انطلقت شهايد على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر علي بن راشد بن غدير الاكتبي. ناخذ المركز الثاني، وفي المركز الثاني سلهودة تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر سيف بن علي بن كليب في عملية التضمير. ناخذ المركز الثالث، وهنا سلهودة التابعة لهجن العاصفة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، ومالكي نجدة التي فازت بالشوط الماضي. المركز الرابع، هنا الوجبة اللي قادمة في هذه اللحظات، الوجبة التابعة لهجن سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يضمر الوجبة سالم بن فاران المري، هو الذي يقود التضمير في انطلاقة الوجبة. ناخذ المركز الثالث والرابع والخامس في هذه اللحظات. الخامسة الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر سالم بن حمد بن هياي العامري. يا سلام، هذه النتيجة للخمسة مراكز. شعارات كبيرة شاركت في هذا الشوط وشاركت في هذا المهرجان في هذا الصباح الخاص بالحول والزمول من الستة كيلومترات. مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط. شهايد على المركز الأول، شهايد أمام هؤلاء الشهود في هذا الصباح. إن فازت سوف يشهدوا عليها بالناموس، سوف يشهدوا عليها بالفخر والتتويج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذا اللحظات كما هم معتادين دائما وأبدا، شهايد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر علي بن راشد بن غدير أحد الخبراء في التضمير في هذه اللحظات. المركز الثاني سلهودة اللي قادمة وتحمل لنا شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر سيف بن علي بن كليب في عملية التضمير. أهلا بك يا سلهودة، أهلا بكم يا هجن العاصفة هنا في مركز ثالث. مشاهدينا الأعزاء، سلهودة اللي قادمة لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، ولا يفوتنا في هذه اللحظات إلا أن نتقدم لهذه البطلة اللي قادمة على المركز الثالث.
ولشعارها بالفوز والناموس في يوم الرموز الخاص بالثنايا، شعار منصف من انتزع خنجر الذهبي في مساء الثنايا. مشاهدينا الكرام، شعار هجن الرئاسة، شعار هجن الرئاسة في هذه اللحظات، وهي الوارية التي تريد أن تتوارى على الأنظار. المضمر مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي في عملية التضمير، المركز الرابع سلهودة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، المركز الخامس في هذه اللحظات ناخذ المركز الخامس، ومن وصلت مشاهدينا الأعزاء اللي هي الظبي، الظبي تابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. مشاهدينا الاعزاء، هيا هذا النداء وانتظروا المزيد من الاسماء، انتظروا المزيد من الحول، انتظروا المزيد من قدوم المضمرين. مشاهدينا الكرام، لكن اذاعتنا محصوره للخمس، لو الكيف كيف نذيع العشر، لكنها للخمس، لكنها للخمس. هناك نعود الى الواريه، الى الواريه اللي انطلقت في هذه اللحظات بالشعار، بالشعار الأحمر الكبير، الشعار الذي نال الكثير من الرموز. الكيلوين يا مضمرين، نعلن لكم أن باقي كيلوين، كيلوين اللي ناسي واللي متأخر يحرك الجهاز، ينفخ الجهاز اللي متأخر في المراكز المتأخرة. لكن هناك، هناك في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، الوارية لهجن الرئاسة، لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مطر الخياري، والمركز الثاني سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، سيف بن علي بن كريم. نرحب بقدوم الضيفات اللي قادمات في هذه اللحظات، شهايد في هذه اللحظات. أما مصيحة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي الراقي اللي لقب بالراقي في هذه اللحظات، المركز الرابع، الثالثة في هذه اللحظات، وبره اللي قادم لهجن الرئاسة المضمر سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، قادم الشاعر بكل قوة مندفع في هذه اللحظات، في هذه اللحظات يا سلام يا سلام في المركز الخامس. لكن نعود، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط، الوارية، الوارية الاسم الكبير، الاسم العملاق، الاسم الذي تميز به هجن الرئاسة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هي علامة الألف وميتين، علامة الألف وميتين، مصيحة قادمة، مصيحة وتسير على صيحات الجماهير في هذه اللحظات. لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوب، علي بن راشد أو مطر محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي في المركز الثالث، ناخذ الثالثة اللي هي قادمة في هذه اللحظات، لسعى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوب، عتيق بن عرضي الحميري في هذه اللحظات يا سلام. المركز الرابع اللي قادمة وبره لهجن الرئاسة، سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، وأيضا اللي قادمة الشايبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان، أحمد بن خلفاء بن بخيت المزروعي. لكن إلى الوارية، وافتتحت الكيلومتر الأخير، افتتحت الكيلومتر الأخير في هذه اللحظات، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة في هذه اللحظات تنطلق بالمركز الأول مع ظهور هذه الشعارات الكبيرة، وتريد أن تضيف النقطة هذه إلى رصيدها، إلى رصيدها. النقطة الثانية مشكور يا الجمري، مشكور يا الجمري على تواصل المعلومات أولا بأول. يا سلام الوارية، الوارية مشاهدينا الأعزاء التابعة لهجن الرئاسة، المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء المركز الثاني خلاص عبر الهواء بثا مباشرا على قناة الريان وعلى القنوات الفضائية الناقلة، ننقل ونبعث لهم السلام إلى ضيوفنا الكرام، إلى ضيوفنا الأعزاء، وكل التحية والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ضيوفنا الأعزاء. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمتميز مبارك بن أحمد من مايد الخيالي، تهانينا والناموس. المركز الثاني، كانت هناك الشايبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان. في المركز الثالث مصيحة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. في المركز الخامس لسعة أو الرابع لسعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. في المركز الخامس سلهودة لهجن العاصفة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن الرئاسة، تهانينا لهم على هذا الانتصار. لحظات الوصول،
التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:17، 11 جزء من الثانية. تهاني لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الثاني وصلت للشايب اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل هيان. توقيتها الزمني 9:20، 48 جزء من الثانية. في المركز الثالث كانت هناك مصيحة اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. توقيت مصيحة 9:20، 57 جزء من الثانية.